لكنه عايز اقول لك برضو البوابات بتاعت الدخول، لكن طاقم التحكيم الاول التركي خليل اموت ملير، وبيساعده ايضا تركي ابراهيم ايركان، والتركي مراد كورباي، والرابع زورباي كوتشوك ده من تركيا برضو. الفيديو هيكونوا من ايطاليا او الفار من ايطاليا، ماركو دي بيلو والياندرو دي باولو، ده طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة. على فكرة الحكم ده لعب مباراتين في دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد في شتوتغارت 3-1، بنفيكا فاينورد برضو 1-3، دوري الامم الاوروبية البرتغال في كرواتيا 2-1، وسويسرا 2-2 مع الدنمارك. لكن اهم مباراة في تاريخه نهائي امم اوروبا تحت 17 سنة بين ايطاليا وهولندا، وهو دولي من عام 2017 وعنده 38 سنة، حكم يمتاز بقوة الشخصية. إن شاء الله تكون مباراة طيبة ويتألق فيها، ولا نبغي سوى العدالة فقط لا غير، دي أهم المباريات. بالنسبة لإرشادات المباراة أعزائي المشاهدين، بعد ما نخلص الحكم، وهنا استاد القاهرة بيتزين بيتجمل في أجمل صوره، لن يسمح بدخول بتوع الفان اي دي السنة اللي فاتت، لكن لازم تكون جددت السنة دي من الساعة 2 الظهر، اللي عايز يروح مبكرا مليون مرحبا. مفيش تذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي والفان اي دي الخاصة بيك. مش هيسمح بدخول حامل الدعوات برضه من غير بطاقة تذكرة الفان اي دي للموسم الجديد. ما تبقاش موجود في محيط الاستاد من غير برضه ده. وحطها كده على صدرك وانت داخل يعني، وكل مشجع يلتزم بالدرجة المخصصة ليه، وما تقدرش تنقل ملكية التذكرة من شخص لشخص آخر. اللي حاملي تذاكر المقصورة لهم أرقام مدونة لابد أن يلتزموا بيها. هنا ده شكل استاد القاهرة الحقيقة، والذي خضع للعديد من الزيارات التفقدية من مندوبي الفيفا، وأبدو إعجابهم الشديد جدا الاستاد الحقيقة. حسنا فعل المسؤولون بإغلاقه للصيانة الكاملة. الحقيقة دايما بتواصل مع الأستاذ وليد عبد الوهاب، من الشخصيات المحترمة جدا، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستاد، ويتبع مباشرة لوزارة الشباب والرياضة، والحقيقة بإشراف كامل من السيد الوزير دكتور أشرف صبحي. الحقيقة زي ما انت شايف الحالة على سنجة 10 يعني، فخلاص بقى الفيفا أفريكان آشيان، خلاص كل الدنيا موجودة، كل الدنيا في الانتظار، المقصورات الزجاجية والأماكن الفي اي بي و الاماكن المخصصه لاخواتنا الاعزاء من الامارات. على فكره الفرجه من ورا ازاز مش ممتعه، انا رحت مره وحيده الحقيقه، رحت طالع جري قلت لهم لا، نزلت قعدت في المرات القليله يعني، قلت لهم لا ما بحبش اقعد في الاماكن دي، ورحت نازل قاعد مع الناس تحت يعني، بحب انا الاجواء دي، الاجواء الجميله، انت تبقى مع الناس. كل حاجه جميله في استاد القاهره، كل حاجه ان شاء الله مبشره بانتصار وبفوز يا رب ان شاء الله. خلينا نقترب شويه من الاجراءات اللي هتبقى موجوده في المباراه مع سياده العميد محمود القاضي، هيقول لنا الترتيبات الامنيه واستعدادات الشركه الافريقيه لتامين المباراه، هو مدير العمليات في الشركه الافريقيه. على مدار الأسبوعين الماضيين وحتى اليوم، اجتماعات تحضيرية واجتماعات تنسيقية استعدادا للمباراة، تم وضع جميع الرتوش واللمسات النهائية ووضع كل السيناريوهات المحتملة اللي بيها نقدر نخرج بالمباراة لبر الأمام. الحقيقة الشركة الإفريقية عندها يعني عندنا خبرة في تأمين المباريات الدولية، ودي مش أول مباراة كبيرة. هنبدأ بتوقيت المباراة، هي المباراة إن شاء الله تقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 8 يوم الثلاثاء. بداية فتح الأبواب لاستقبال الجماهير إن شاء الله من الساعة 2 بعد الظهر، وده في وقت كافي جدا من الساعة 2 للساعة 8 لاستقبال الجماهير، وده لتقليل الكثافات على الأبواب. الإجراءات الأمنية بتاعتنا هي الإجراءات الأمنية المعتادة، إن شاء الله هيبقى طبعا تواجد أمني مكثف على بوابات الدخول للتفتيش ومساعدة الجماهير وإرشادهم إلى أماكن دخولهم، تواجد أمني في المدرج مع الجماهير للتأكد من تنفيذ التعليمات الأمنية وعدم التدافع وهكذا.
في طبعا اجراءات امنيه في ارض الملعب لضمان وتوفير انسب الظروف لاجراء المباراه للاعبين والحكام. قائمه الممنوعات بتبدا ب اولا الشعلات الحراريه اللي هي الشماريخ او اي محدث لهب مثل الكبريت والولعات، دي طبعا ممنوع تواجدها لا في محيط الاستاد ولا داخل المدرج. الحاجه الثانيه المواد الالات الحاده او اي حاجه ممكن تسبب اذى للنفس او الغير، دي طبعا ممنوع دخولها. مسموح بدخول جميع المشروبات والمأكولات الخفيفه المحفوظه في علب بلاستيك خفيفه او الفوم او الفويل اللي هي يعني ما تسببش اذى او القائها على ارض الملعب ما يسببش ضرر. من ضمن قائمه الممنوعات وبرضه دي بتسبب مشكلة لبعض الأسر اللي بيبقوا جايين ومش عارفين، هي أدوات حفظ الطاقة وتداول الطاقة، وأنا أقصد بيها الباور بانك. الباور بانك بيبقى ممنوع تواجده داخل الملاعب وفي مدرجات التشجيع. وطبعا طالما اتكلمنا على الباور بانك بنتكلم على الأسلاك الكهربائية، ففي ناس بتبقى جاية معاها الشاحن بتاعها، فالسلك بتاع الشاحن ده ممنوع تواجده. الإجراءات هتبقى يعني ميسرة لجماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي، وعملنا أكثر من بروفة، يعني آخر بروفة عملناها النهاردة على كيفية استقبال والتعامل وتوجيه الجماهير داخل الاستاد. إن شاء الله في عنصر نسائي متواجد على جميع المداخل والمنافذ لمساعدة وتوجيه التعليمات الأمنية للأنسات والسيدات اللي هيتواجدوا في المباراة.